هذه القلوب التي في صدورنا لمن ولاؤها؟ ما هو ذاك الحب الذي يسودها ويمحورها ويستقطبها؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولاءين، لا يجمع حبين مستقطبين، إما حب الله وإما حب الدنيا. أما حب الله وحب الدنيا معا فلا يجتمعان في قلب واحد. فلنمتحن قلوبنا، فلنلجأ إلى قلوبنا لنمتحنها، هل تعيش حب الله سبحانه وتعالى أو تعيش حب الدنيا؟ فإن كانت تعيش حب الله زدنا ذلك تعميقا وتلصيخا، وإن كانت نعوذ بالله تعيش حب الدنيا حاولنا أن نتخلص من هذا الداء الوبيل